من حكايا الشرب المعيني، من قصص اضحك ببلاش عندما يبسطون البحصة. أبو فارس من الناس الذين لا يأتيهم النوم وفي بطونهم خبر. وذات مرة علم بوفاة أحد أقرباء زوجته، وكانت المسكينة نائمة حين وصله النبأ المشؤوم، فاحتار كيف يقضيها ليبصق البحصة ويخلد للنوم. فكر لحظة ثم خلع ثيابه ونام بقربها، وبدأ يشعر شخيرا مزعجا للغاية، كأنه هدير طائرة هليكوبتر ولكن دون جدوى. فنام زوجته عميقا جدا، ولا شيء يقضيها منه سوى انفجار قنبلة ذرية كالتي فتكت بهيروشيما وذلت الناس إلى الأبد. فجأة حضرت على باله فكرة الأحلام المفزعة، فتخيل نفسه في كابوس وراح يرفض زوجته برجليه ويصيح بأعلى صوته: اركضي علي يا أم فارس، الحقيني بربك. فاستيقظت الزوجة مرعوبة القلب مقطعة الأوصال، وهي تردد كالمجنونة: اسم الله عليك يا أبا فارس، قم يا أبا فارس. فرح أبو فارس بنجاح خطته وانطلاع حيلته، فالتفت إلى زوجته وقال: حلمت حلما لا يصدق، رأيت فيه سامي ابن عمك. كيف رأيته؟ كلي مسكين مات. الله يرحمه. لقد مات بالحلم، ولهذا سينكتب له عمر جديد. قلت لك الله يرحمه. يعني مات وشبع موتا تصبحين على خير. وهنا صرخت أم فارس صرخة هزت جدران البيت: يا باطل، سامي مات. اسكتي يا امرأة، أريد أن أنام. يا ضيعان شبابك يا ابن عمي. خفضي صوتك، نحن الآن في منتصف الليل. ماذا أصابك يا ابن العم؟ يا شيخ شباب سدني، أريد أن أنام أرجوك. كان حلمك الوحيد أن تعود إلى وطنك لبنان. مسألة الموت ليست بيد ابن عمتك سامي، إنها بيد ربنا، أفهمتي؟ والظاهر أن أم فارس لم تفهم، بل راحت تولول وكأنها تهدي: آخ على شبابك، آخ على أمسك، آخ عليك يا ابن عمي. فما كان من أبو فارس إلا أن لبس ثيابه وركب سيارته وراح يعزف على زمورها موسيقى أغنية ألفها ولحنها وهو يلحى شعر رأسه: لساني مصدر للتعتير، فراشي خو بدي بيعه، بلكي بشبع نومي كتير، ومرتي بتسكر نيعه. أأمل من كل قلبي ألا تقفل وسائلنا الإعلامية فمها، بل أن تنقل لنا الخبر الأكيد الذي لا يغير أو تبدل بعده. فمن حقنا أن إذا فرحنا بخبر ما أن تبقى فرحتنا دائمة، لا أن تتلاشى وتطاير في مهب الريح كما حصل ويحصل دائما. من كتاب شرب المعيني، قصص اضحك ببلاش، معي أنا نبيعة حدارة وأنا حسين الملك. من مؤلفات شرب المعيني اضحك ببلاش قصة الشوفير الموسيقار. من الخبريات التي لا أنساها تلك التي حدثت معي أثناء تعلمي قيادة السيارات على يدي أحد مطربي الجالية العربية في سيدني المعروف جدا جدا في سبعينيات القرن الماضي. فلقد كان أخونا الموسيقار يسمعني طوال الساعة المخصصة لتلقيني بعض دروس القيادة آخر ألحانه المبتكرة، متناسيا أنني أدفع له ما فتح ورزق من أجل الحصول على رخصة القيادة. والطامة الكبرى أنه كان يلجأ إلى الغناء عند كل استفسار أطرحه عليه. فإذا سألته مثلا: ماذا تعني هذه الإشارة المنصوبة على حافة الطريق؟ كان يجيبني بكلمات موسيقية وملحنة: وقف وقف اوعى تزيح، خلد واليبك عالزيح، إن شافك بوليس يا أحلى عريس زبطوا بس بردك بالريح. وذات يوم كانت حركة السير في أنحس أوقاتها، فاحترت ماذا أفعل، أمشي أم أتوقف، أسرع أم أخفف السرعة، لأن إبرة الحرارة كانت قد تجاوزت الخط الأحمر، وجناب المطرب الشوفير غير عابئ بما أعاني منه. فسألته بحدة:
السيارة حامية والدخان يتصاعد من الموتير وأنت تطبل وتغني، فماذا تريدني أن أفعل؟ فأجابني كعادته بأغنية عزف موسيقاها على زجاج الشباك. أنا عندي سيارة ما بتدخن سيجارة، لما بتسوق والسير معجوق بدك شطارة. ولكي يكتمل شطارة، بدك تف شطارة. ولكي يكتمل اللحن ترك العزف على الشباك وانتقل إلى رجلي اليسرى، فخبطني عليها 5 خبطات موجعة. سمعنا بعدها خبطة في السيارة كادت تميتنا من شدة الخوف، فصاح أخونا: ما هذا؟ لقد فقعت السيارة. عندئذ أطلقت العنان لحنجرتي غير عابئ بشماتته محمد عبد الوهاب، ولا بتهديد وديع الصافي، ولا بشمئزاز صباح فخري، لأن الكيل قد طفح معي والحالة لم تعد تطاق. فغنيت كما لم أغن من قبل وأنا أطبل على رأس معلم الموسيقار. فقعت من صوتك تخمين، مش عم يعجبها التلحين، معباها بالحيق وزيت ومفضاها من البنزين. مفضيها من البنزين. كل ما حكاية شب البعينين أضحك ببلاش. أنا حسين الملك نبيها حدارة.